اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة اللهم ارحمنا، واللهم ارحمنا واحفظنا واسترنا وجميع المسلمين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا قريب يا مجيب يا سميع يا عليم، اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيل الأسقام يا خير الحافظين.